قرارات خلية الأزمة الجديدة والمواطن، زيادة عدد ساعات التجوال إلى 13 ساعة، فتح الدوائر الحكومية بنسبة 50% أو 25% حسب ما تراه خلايا الأزمة المصغرة، منع التجمعات بكل أشكالها، فتح المحلات التجارية ومكاتب الصيرفة بتوقيتات وانضباط، حظر شامل للتجوال يومي الجمعة والسبت. ربما مع انحسار رقعة انتشار الوباء سنشهد تسهيلات جديدة، وربما مع الالتزام أكثر ستعود الحياة إلى طبيعتها.